العربي والمجتمع الدولي وكل القوى اللي موجودة في الدنيا قبل هذا الوطن. لو سكتنا كمان أو يعني صوتنا هدي هنجيز لتركيا أنها تحتل كل الأمة العربية فوق شرق شمال البحر المتوسط ولا شرق البحر المتوسط وجنوب البحر المتوسط في ليبيا وبعدين تخش على مصر وبعدين تخش على السودان وبعدين يعني في النهاية احنا مقبلين على كارثة تركية واستعمار جديد اللي بيبرق الناتو منه مش فاهم واللي بيبرق امريكا من رضاها عن ما يجري فيها برضو مش فاهم لانه لا يجرؤ هذا النظام التركي ولا هذه القوة العسكرية التركية ان تقوم بما قامت امام العالم دون مراجعة او دون اذن او دون ضوء اخضر لكي تفعل ما فعلت في المنطقة. وبالتالي لابد ان يصدر بيانا واضحا ومحددا على استنكار الوجود التركي في ليبيا كما نؤكد على استنكارنا للوجود التركي في شمال سوريا وعدوانه على 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 سوريا وعلى وعلى ليبيا لانه ده معناه انك بتهدد المنطقة العربية بتهدد مصر في شرقها وبتهدد الجزائر وبتهدد تونس وبتهدد تشاد وبتهدد السودان وبتهدد حوض البحر المتوسط كله معناه ان احنا داخلين على حالة جديدة من حالات من حراك الحرب اللي هتفرض علينا اللي احنا اصلا لا نبغيها. احنا بنؤكد على هذا الاستنكار او على هذا الامر لانه انا شايف انه هذا الاستدعاء التركي هو استدعاء للتقسيم تقسيم ليبيا في النهاية هتتقسم الى الابد ولا تعود ليبيا كما كانت لكل الليبيين.